تيم كاهن لعب ممتاز بيعدي بعرض الملعب تيم كاهن يرجع ورا للوكاس نيل عمق الدفاع لوكاس ملعوبة حلوة في اليمين يقابل وليد لكن العرضية ومين اللي لسه بقول لكم لسه بقول لكم لعيب جامد لعيب ممتاز وهنا التحية مظبوط لتيم كاهل هدف يصحصح الجمهور مع الدقيقة 20 يصحصح الفريق اللبناني اللي اتخطف في الهدف من الاول البداية الكرة لما اتلعبت من ناحية اليمين واضح تماما 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 ان كان وليد بعيد شوية حاول وليد معاه لكن الراجل ما تفلسفش ادي هنا الاعلام الاسترالية علم استراليا والاعلام الصفراء دقيقة 22 ونصف لمسة ولعبة على حدود منطقة 18 انما ضاغط ومعتز لكن لسه الكرة شوفوا بين اقدام لاعبي استراليا ملعوبة هناك عايز يدي كارني وعمل عرضية خطيرة 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 والهدف الثاني هدية هدية يا جماعة هدية 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 يعني انا مش عايز اقول لكم مين اللي جابه لان الهدف هدية هنشوفه تاني في الاعادة انما الفرحة مع كارني لان هو اللي لعب الكرة الاخيرة ديفيد كارني جيد نورس نورث مشي مسافه ولعب كره مقطوعه خدها هولمان كرت هولمان حطها بين الاثنين خطيره لا 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 اللاعب المحلي يضع بصمته في هذا اللقاء تومسون بهدف في الدقيقه الثامنه والثمانين في الدقيقه الثامنه والثمانين في الدقيقه الثالثه والاربعين يا كرة القدم شوط كان فيه المنتخب اللبناني من وجهة نظري ند وكان بإمكانه أن يظهر أفضل بتسجيل هدف على الأقل